يقول هناك شيء أن بعض الإخوة عندما تقام الصلاة يقوم المصلون جميعهم في بداية الإقامة وفي أولها، فلا هذه السنة أم السنة القيام عند قول قد قامت الصلاة؟ الظاهر أن السنة عند مجيء الإمام، لأن النبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، والأمر في ذلك كله واسع والله أعلم.